صحيح. سيدتي، ماذا تنتظرين من أناس تطاولوا حتى على الذات الإلهية يعني؟ ماذا تنتظرين من أناس تطاولوا على المحدثات؟ أنتظر من الدولة بمختلف مؤسساتها، نعم، بماشي ذلك رئيس الجمهورية، أنها توقف مع الحد. لا، هذا ما لكي نعود إلى المشكل الأساسي، هو أن رئاسة الجمهورية ليست وحدها في السلطة، هناك حكومة، هناك رئاس حكومة. لابد، وأتمنى أن تستضيف في هذا المنبر، أن تستضيفي أنت شخصيا في هذا المنبر يعني المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة أو مسؤول ليفسر لنا لماذا هذا الارتعاش. مسؤولين الحكومة كانوا في الإذاعة الوطنية في أكثر من موقف، والمشكل أنه هالاختلاف بين مختلف مؤسسات الدولة، لاحظك وكأنه كل مؤسسة تحاول تتنصل شوية من المسؤولية وتحملها لمؤسسات أخرى. نحن نتحمل كامل المسؤولية في ما يحدث، وأنت لاحظي جيدا على المستوى الإعلامي القصف العنيف، المدفعيات الثقيلة موجهة لرئاسة الجمهورية أو إلى غيره، هي موجهة لشخصية رئاسة الجمهورية تحديدا، لأن الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية هو صمام الأمان بعد الشعب التونسي أمام الثورة المضادة. لذا قصف اليومي، وانظري السيناريو، لدينا السيناريو يعني يبدأ صباحا مع الصحف اليومية، ثم يمر على إذاعات خاصة وإذاعات يعني معروفة، ثم ينتهي على المنابر على البلاتو تيلي يعني في نهاية المطاف، وبينهما هناك يعني الفضاء الافتراضي الذي يشهر بنا. أعود إلى نقطة مهمة ذكرتي، فضاء التواصل الاجتماعي الفيسبوك. القارئ أن يرى أن فضاء التواصل الاجتماعي الذي صنع الثورة التونسية هو غير الفضاء الافتراضي اليوم.